We awoke from one nightmare into another. Not on our dying Earth. Somewhere much worse. But we awoke changed, the anomaly unleashed within us, burning with power. Impossible power. As the last remnants of humanity destroy themselves, the key to our salvation is still out there. The signal. I'm finding that signal. We journey from the ruins of our old world and into what lies beyond. مرحبا بكم في حلقة جديدة من Outriders برودكاست، برنامج شهري يشرح لكم كل حاجة تحتاجون تعرفونها عن لعبة سكوير إنكس و People Can Fly Outriders. أولا خلونا نتكلم بشكل سريع أنا اللي استعرضناه في الحلقة السابقة. أخذنا نظرة على النظام العميق في اللعبة وأيضا الخواص اللي تجعل اللعبة مصقولة بأفضل شكل، وأخذنا نظرة على العالم والتصميم الهندسي فيها وكيف راح تكون مجريات أحداث رحلتك في كوكب إينوك. واليوم راح نسعد لكم كيف الأوترايدرز يوحدون القوة حقتهم عشان يقدرون يتصدون لألد الأعداء اللي راح يواجهونه في اللعبة، وراح نشوف أسلوب لعب التريكستر والبايرومانسر والديفستيتر وكيف كل مهارة لكل واحد منهم تقدر تستخدمها لوحدك أو في طور الكوب. لكن هذا مو كل شيء، لأننا راح نكشف لكم عن كلاس جديد في اللعبة، ونقدر نقول لكم بكل أريحية أن الكلاس الرابع والأخير في اللعبة هو اسمه التكنومانسر. والآن خلونا نشوف مع بعض كلاس التكنومانسر في العرض الخاص فيه الجديد. I have become terror. The unseen predator. A rupture that obliterates without warning. Alone, the hordes of Enoch will fall before me. But together, this entire planet will fear us. The anomaly alters us, each in our own ways, yet we are drawn down the same road, into the dark heart of creation. 'Cause I feel the way you feel, yeah, I kill the way you kill. We will find the source, whatever it holds, whatever it takes. والآن خلونا نتكلم عن التكنومانسر في لعبة أوترايدرز. المتعدلون هم بشر تم تعديلهم باستخدام قوة الحجر الغريبة، وأعطتهم قدرة التحكم في الخواص الطبيعية والفيزيائية من حولهم، وهذه الطاقة هي اللي كانت سبب في تدمير الآلات والتقنية اللي تم إحضارها إلى إينوك. والكل فعل لازم يكون فيه ردة فعل متساوية وعكسية، لأنك لما تختار كلاس التكنومانسر راح تسعى على قوة مرتبطة بشكل مباشر بالتقنيات، وراح تقدر تصنع آلات حربية مختلفة من منصة رشاش وقاذف قنابل وقاذف صواريخ وأسلحة مسدسات صغيرة. والكلاس يعتبر متخصص في المساعدة والتصويب من بعيد، ويعتبر أفضل مسعف بين الكلاسات الثانية. والآن خلونا ننتقل إلى سفين، هو راح يشرح لكم طور الكوب في اللعبة. مرحبا، أنا سفين، وحان الوقت إنكم تشوفون أسلوب اللعب التعاوني في اللعبة. وراح نستعرض لكم أسلوب اللعب بكلاس التكنومانسر، وهو متخصص في استخدام التقنيات المختلفة، وقادر على صنع آلات دمار مختلفة. وروبي من فريقنا راح يلعب باستخدام كلاس الديفستيتر، ولوسي راح تلعب باستخدام كلاس التكنومانسر. والآن استرخوا واستمتعوا بدقائق من استعراض اللعب الجماعي. Son of a... Don't let me die like this! التكنومانسر وصل وتم الكشف عنه الكلاس الرابع أخيرا، ووريناكم ثلاث من قدراته الخاصة: قنبلة موقوتة ملتصقة، وقاذف صواريخ، ومنصة تقذف وابل من صواريخ مصغرة وفتاكة. والحين صار عندكم فكرة عن أداء الكلاس، خصوصا لو كان معاكم أشخاص ثانيين يلعبون بكلاسات مختلفة، وهذا راح يفيد كثير بحيث ان الخصائص المتنوعه للكلاسات راح تساعد بعضها البعض، وايضا تتفق مع بعض في صنع الهجمات المشتركه. شفتوا كلاس ديفستيتر في الجيم بلاي اللي شفتوه قبل شوي، وراح ننتقل الى لوسي وهي بتعرفكم اكثر على خصائص وكل شيء تحتاجون تعرفونه عن كلاس الديفستيتر. Stay safe out there, people, and I see you in the next Outriders broadcast. Cheers, guys. So as you can see. مثل ما شفتم في كل كلاس في شجرة تطوير وتتفرع إلى أكثر من فروع مختلفة، وهذه بتمكنك من تخصيص شخصيتك حسب الطريقة اللي تناسبك في التصدي ضد أعداء إنوك، وكل كلاس يقدر أن يتصدى للأعداء بنفسه، لكن يجب علينا يستخدم أساليب تكتيكية فيه. والآن بعد ما وريناكم التريكستر والبايرومانسر، راح نستعرض لكم الآن كل شيء تحتاجون تعرفونه عن الديفستيتر. وإذا كان أسلوب اللعب بالدروع الثقيلة والضرب القوي هو اللي تحبه، راح يجيب كل كلاس كثير. مرحبا بكم مجددا في فقرة تحت الأضواء، واللي تم الكشف فيها عن خصائص متنوعة في اللعبة. واليوم راح نستعرض لكم الكلاس المدمر والقوي الديفستيتر. As devastators, we shatter the earth around us, a brute force powered by the planet itself. لمن يكون الكلاس هذا؟ في البداية راح تفكر ان كلاس الديفستيتر عبارة عن تانك او شخص اللي يتلقى ضربات الاعداء، لكن بعد ما تتعرف على كلاس اكثر راح تكتشف انه قوي جدا ويقدر يسبب ضرر كبير للاعداء، والديفستيتر هو اللي يقدر يحدد مصير المعركة من بين كل الكلاسات، ويقدر يقلب الامور لوحده لانه يملك ضربات تشتت قدرات الزعماء وتقدر انها تقتلهم بشراسة. واذا تحب انك تتصدى للاعداء وجه لوجه فإن كلاس ديفستيتر مخصص لك. الأساسيات: قدرة الديفستيتر تتمحور حول قوة الجاذبية واستخدام خواص الأرض، وتتمركز في ثلاث خواص: تحريك الأشياء عن بعد، الحماية، قدرة الزلزالية. الهجوم المباشر مختلف عن باقي الكلاسات لأنه يسبب ضرر نزيف الدم لكل عدو ينضرب منه، وهذا راح يسبب ضرر مستمر للأعداء وراح ينزفون حتى الموت. الشفاء. الديفستيتر يشفي نفسه عندما يموت العدو على مقربة منه. ونعرف أنكم تقولون الحين أنه مقارب لقدرة التريكستر في الشفاء، لكن في اختلافات بينهم، لأن التريكستر يحصل على درع لما العدو يموت على مقربة منه، بينما الديفستيتر يحصل على طاقة صحة أساسية إضافية ودرع إضافي. وطبعا القدرات هذه بتختلف كل ما حصلت على تطويرات جديدة، وإذا طورت في شجرة الديفستيتر راح تحصل على خواص مختلفة. مثال، بيكون في إضافة 20% من درع العدو تنتقل لك لمدة 10 ثواني لو مات على مقربة منك. والديفستيتر المطور راح يكون عنده أكبر مقدار للصحة والدرع عن باقي الكلاسات الثانية، ومعناه لو كان هدفك تصير أقوى آلة قتل ممكنة لازم تخوض في قلب المعركة وتدمر أعدائك من غير خوف، وأيضا عشان دائما تكون على مقربة من الأعداء اللي يموتون حولك وترجع لك الصحة منهم. القوة. كل كلاس يملك 8 قوات مختلفة، وتبدأ بقوة واحدة وراح تفتح الباقي القوات لما يرتفع مستواك. وفي هذا الفيديو وراح نستعرض لكم 4 من قوات الديفستيتر، وباقي القوات راح نستعرض لكم في فيديو آخر في المستقبل. قفزة الجاذبية. عند استخدام قفزة الجاذبية راح تقفز وتحلق في الهواء لمدة ثواني معدودة، ولو استخدمت القدرة مرة ثانية وانت محدد على العدو ويكون باللون الأصفر راح تقفز عليه قفزة قوية تسبب موجة تضرب كل الأعداء من حولك، وهذا يعتبر خيار ممتاز للقفز في وسط المعركة مباشرة، أو تستخدمه بأنك تهرب من قتال عنيف. وتذكر أن الديفستيتر ترجع صحته لما يموت الأعداء من حولك، وهذا بيخليك تضمن لك أنك دائما تكون قريب من الأعداء لما يموتون. وأيضا القدرة هذه تقدر أن تشتت حركة الزعماء أثناء استخدام قدراتهم. ارتداد الرصاص. باستخدام قدرة ارتداد الرصاص راح يفعل الدرع واقي أمامك، وأي رصاص ينطلق عليك راح يتصدى له الدرع بالكامل ويحبسه فيه. وهذه القدرة تكون مفيدة في أنك تحمي أصحابك وهم جالسين يجهزون مواقعهم لقتل الأعداء. وأيضا إذا فعلت القدرة مرة ثانية كل الرصاص اللي معلق في الدرع راح يرتد على الأعداء اللي يطلقوهم ويسبب ضرر كبير لهم، وهذا يعني أنك راح تجمع أكبر عدد من رصاص الأعداء وبعدها ترجع كله عليهم وتسبب ضرر كبير لهم. الطعن. هذه تعتبر أفضل قدرة ديفستيتر محبوبة لطاقم فريق لعبة أوترايدرز. تبون تعرفون ليش؟ هذا هو السبب. لما تستخدم القدرة راح يطلع من الأرض حجر حاد تطعن الأعداء فيه وتعلقهم، وتكون مفيدة لتشتيت قدرة الزعماء وأيضا التصدي لمجموعة من الأعداء في نفس الوقت. ولو قتل العدو من قدرة الطعن وراح يكون معلق ويعطيك لك وفريقك صحة مسترجعة ودرع إضافي لمدة 9 ثواني. وقدرة الطعن لها 7 تخصيصات مختلفة تتغير حسب الدروع اللي تلبسها، ومثال التخصيص غابة الشوك واللي تقدر تلقاه في الدروع الأسطورية. معناه أن الطعن راح يطعن عدو إضافي آخر، وهذا راح يفيدك كثير في قتل الأعداء المجتمعين. الكتلة اللانهائية. قدرة الكتلة اللانهائية تصنع مجسم يطفو ويجذب كل الأعداء إلى مركزها، يعني اعتباره الثقب الأسود الخاصة فيك. القدرة مفيدة جدا في تجميع الأعداء في مكان واحد، وراح تساعد على صنع استراتيجيات مع أصحابك. والقدرات اللي تركز على الهجوم على مجموعة من الأعداء تقدر تجمعهم وتسبب ضرر كبير لهم وتقاتل مع أصحابك. ومثل ما قلنا لكم، هذه كانت نصف القوات المخصصة لكلاس الديفستيتر. اشتركوا في القناة عشان ما يفوتكم الإعلان عن باقي القوات. باور كومبوز. لأن الديفستيتر يتغذى عن طريق القتلات القريبة، فيحتاج أنه يكون دائما قريب من الأعداء بسرعة. ولما تجمع بين قدرة الكتلة اللانهائية وقفزة الجاذبية راح تجمع الأعداء وتهجم عليهم في سرعة وقوة ضاربة وتسبب ضرر كبير لهم، وبعدها تستخدم قدرة ارتداد الرصاص لقتل الأعداء المتبقين من حولك. التعديل. كل كلاس فيه شجرة تطوير خاصة فيه، ويمكن تخصيصها بتطويرات متنوعة باستخدام نقاط الكلاس، واللي تحصل عليها خلال رفع المستوى للاعبك. وراح تقدر تعيد تخصيص التطويرات من جديد باستخدام خاصية الريست. والفروع الثلاثة لديفستيتر هم فانكوشر، واردن، سيسميك شيفتر، وكل فرع راح يقدم لك تطويرات صغيرة وكبيرة متلازمة، وتعمل باستمرار وتتنوع من تركيز على الضرر أو البقاء. تفرع الفانكوشر يكون تركيزه على القتال القريب وجه لوجه، ويعطي إضافات للأسلحة مثل الشاتجان والرشاش. تفرع الواردن هو يعتبر التانك الأقوى، يعني يتحمل ضربات الأعداء من غير تأثير كبير عليه، وإضافات للدرع والصحة والتحمل. تفرع السيسميك شيفتر مناسب للمعارك من المجال المتوسط، ويسبب ضرر مستمر على صحة ودفاع وتحمل العدو، وقدرة الطعن أفضل خيار لها، ويكون ممتاز جدا مع خاصية النزيف اللي يملكها الديفستيتر، بيكون مناسب للناس اللي تحب تسبب ضرر مستمر. الدروع اللي بتلبسها راح يكون لها تأثير على القدرات اللي تستخدمها، مثل انها تنقص من الوقت اللي تحتاجه لإعادة استخدام الطاقة، أو يغيرون الطاقة تغيير جذري، وراح نستعرضها لكم في فيديوهات مستقبلية. وبكذا استعرضنا لكم الكلاس الثالث المعروف باسم الديفستيتر، ولا تنسون تشتركون في قناتنا الرسمية للمزيد من الفيديوهات المستقبلية عن اللعبة. We hope the Devastator class rocked your worlds. And we'll see you next time. وهذا كان كل اللي عندنا عن البرودكاست الثالث، والحين راح ننتقل إلى روبي وراح يجاوب على أسئلتكم اللي استلمناها بالبرودكاست الثاني. إذا حابين نجاوب على أسئلتكم في البرودكاست، تأكدوا أنكم تتابعون قنوات الوسائل الاجتماعية الخاصة فينا، واستخدموا هاشتاج Outriders. والآن خلونا نشوف أسئلتكم للشهر هذا. في أي منصات ومتاجر راح تكون متوفرة فيها لعبة Outriders؟ هدفنا أن نعطي فرصة أكبر لعدد من اللاعبين الخاض بالمغامرة في إنوك، وراح تكون متوفرة على متجر Epic Store وستيم على البي سي، وأيضا على منصات الإكس بوكس 1 والإكس بوكس سيريس إكس والبلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5، وأيضا راح يكون متوفر على منصة ستاديا في 2021. كيف يكون التقدم في قصة لعبة Outriders؟ وهل راح أقدر ألعب مع أصدقائي من البداية إلى النهاية؟ اللعب الجماعي في لعبة Outriders راح يكون في نظام الدخول والخروج في أي وقت. بعد ما تنتهي من مهمة التدريب راح يصير بإمكانك لعب وإنهاء قصة اللعبة كاملة مع أصحابك أو لاعبين آخرين تتعرف عليهم، أو حتى تنهيها كلها لوحدك، الخيار لك لوحدك. وإذا دخلت على جيم يكون في لاعبين متقدمين عنك في القصة، اللعبة راح تحذرك إنها بتحرق عليك الأحداث لو كملت معاهم. هل بيكون في اعتماد كلي على إيجاد الدروع والأدوات النادرة بعد إنهاء اللعبة؟ اللاعبين راح يقدرون إنهم يبحثون عن الأدوات، لكن تحديد البناء الأمثل بيكون يعتمد على عناصر أكثر من مجرد إيجاد الأدوات ودروع قوية، وكيف راح تطور في شجرة شخصيتك وتستخدم التعديلات المختلفة اللي تكتسبها من الدروع، وراح يحدد قوة بنائك. وطبعا المهارة بتلعب دور أساسي، لأن مهما كانت دروعك وأسلحتك قوية ما راح تقدر تستخدمهم أفضل استخدام من غير المهارة. ايش هو الكلاس الرابع؟ حنا سعدنا في هذا البرودكاست اننا كشفنا عن الكلاس الرابع التكنومانسر، وهو يعتمد على تقديم العون للفريق وايضا الضرر الكبير للاعداء، وايضا اسلوب الشفاء الامثل في شفاء باقي اعضاء الفريق. تابعونا في البرودكاست القادم نتكلم فيه عن التكنومانسر ونستعرض كل مهاراته واسلوب لعبه. شكرا للجميع اللي ارسل الاسئله للبرودكاست الثالث، ولا تنسون ترسلون الاسئله وراح نجاوبها في البرودكاست القادم. شكرا روبي. والآن وصلنا إلى ختام الحلقة، نتمنى تكونوا استمتعتم معنا ومتحمسين لكلاس التكنومانسر. تشاهدون في البرودكاست القادم راح نلقي نظرة على الاند جيم، وايش تقدر تسوي بعد ما تنتهي قصة اللعبة، وين تروح وايش تسوي، وكيف تقدر تبني افضل بناء لشخصيتك. وراح ايضا نستعرض التكنومانسر وقدراته واسلوب اللعب الخاص فيه في اخر فقرة لنا لتحت الاضواء. نراكم لاحقا، شكرا للمتابعة ومع السلامة.